صح يا كابتن. يعني يمكن على فكرة يا القصة كابتن دي يعني. حضرتك لعبت 3 سنين بس مع الأهلي، لكن حققت حاجات في ناس ما حققتهاش خالص مع الأهلي في عمرها كله، والاثنين أفريقيا تقريبا صح يا كابتن، وسوبر ولعبت كأس عالم للأندية، ولعبت كأس العالم للأندية ودوري وجول في كأس العالم للأندية، نتكلم بقى عليه. يعني كملت بقى بعد الفتره اللي انا كنت الحمد لله ماشي فيها اساس وحققنا بطوله 2012، رحت بقى كاس العالم مع كابتن حسام، وقتها كنت ماشي اساسي برضو، وربنا كرمني بالماتش ده وان انا جبت جون برضو وكسبنا في احمد فتحي ده. برضو اللي كان عامل احمد فتحي والله عامل لي الجون، انا لعبتها وكنت متوقع ان احمد بعد ما يعدي على الخط ما قدموش حل غير ان هو يلعبها تحت يعني. فانا رحت المكان اللي هو ممكن الكره تيجي فيه، والحمد لله ربنا كرمني بان انا جبت جون، ولحد دلوقتي الناس فاكراه يعني. نفس الكره اللي اديتها لجده برده في نهائي افريقيا، يعني تقريبا هي نفس الكره اللي عملتها، نفس الاسيست بس كان ناحيه الشمال يعني. فكنت سعيد بان انا جبت الجون، ويعني كل الناس دلوقتي التاريخ بيقول لك ما بينساش حد يعني. بتعملي حاجه انت لو بتلعب في اي نادي، مع احترامي طبعا، لو انا جبت الجون ده في اي نادي تاني ما كنتش هتذكر يعني. فانا سعيد ان انا بتذكر اسم من ضمن اللعيبه اللي لعبت في النادي الاهلي يعني. معانا على الشاشه الجون. دي جون اللي هو بالظبط نفس الجون اللي ابولي فتحي ده. لما بتتفرج على الحاجات دي دلوقتي يا كابتن، لحد دلوقتي بتفرج وبعيط ان انا اول ما اشوف التيشيرت او يمكن حياتي اتغيرت شويه بعد الاهلي يعني. ازاي؟ نفسيا وقعت انا، ما يعني انا حصل لي دروب شويه، يمكن لعبت سنتين في المقصه لكن ما كنتش حاسس بنفس الفرحه بنفس يعني الطموح، قل شويه عندي يعني. حسيت ان انا مش هرجع بعد اول سنه لعبت في المقصه، انا قضيت سنه في المقصه كويس والسنه الثانيه برضو كويس، لكن بعد ما عدت اول سنه قلت هحارب شويه عشان ارجع. ما لقيتش يعني في ما فيش كلام ان انا ارجع يعني، فحسيت ان خلاص انا بلعب كده يعني كلاعب، لكن يمكن اصعب حاجه اي انسان ممكن يمر بيها هو انه يقع نفسيا او يحبط فتره، خصوصا بعد ما يكون كان حاجه كبيره قوي ونجم وبتلعب بالنادي الاهلي. ازاي قدرت تتخطى الفتره دي يعني؟ اذا كان دلوقتي حضرتك كنت بتتكلم عنها متاثر جدا، ازاي وقتها وكم الوجع النفسي ده والالم النفسي ده قدرت تتخطى؟ انا قصتي مش ان انا كنت ابقى مشهور يعني، لا مش مشهور يعني، انه النادي الاهلي. أنا فاهم خرجت من بيتك. وانا خرجت ان انا خرجت من بيتك بالظبط يعني. انت كنت في بيتك او الحلم اللي انت كنت بتحلمه، ورحت له وحققت معاه في ظروف صعبه جدا يعني. انا لما رحت النادي الاهلي كنت في ظروف صعبه جدا البلد بيمر بيها يعني. انا رحت للاسف يعني كان في ثوره وكان في قصه بورسعيد، وقديمة انا قعدت في سنه ما العبش لان ما كانش في دوري، حاربت لما العب في افريقيا وخلاص بدات احط رجلي في ان انا استمر في النادي الاهلي، واتفاجئت بالخبر ان انا مش موجود. الهزه النفسيه اللي حصلت لي، انا هلعب عادي طبيعي هلعب، لكن مش سعيد من جوايا، مش متقبل ان انا اروح العب ماتش وانا بره التيشيرت غير النادي. مين اللعيبه دعمك وقتها يا كابتن لما كانت حالتك النفسيه مش كويسه؟ مين كان واقف جنبك؟ بصي ما فيش حد بيدعم حد يعني، قليل قوي يعني، هو في المجال ده قليل قوي اللي حد بيدعم حد، لكن اهلي ممكن يكون اهلي، والدتي ممكن تكون هي، او خالي، لان خالي ووالدتي قريبين قوي مني يعني، عندهم اهلاويه طبعا وعندهم خلفيه شويه عن الكوره يعني. ما والدتي زي كده لو كلمتك هتبقى برضو بكلمك نفس نفس اللهجه بالظبط، نفس الكلام اللي انا بقوله. وخالي خلاص هم بيقولوا لي خلاص يعني انت كان نصيبك كده وكمل بقى في انت رحت المقصة، حاول بقى تعيد حياتك، يمكن ترجع، يمكن ده اللي كان هم دول بس الداعمين ليا في الفترة دي. وقدرت بعد فترة انك خلاص تفوق بقى من الصدمة دي وتكمل مشوارك؟ لا انا ما فوقتش لحد دلوقتي. انا كملت، انا بقول لك كملت كلاعب، كملت كلاعب، لكن فرحتي فضلت فرحتي مش معلمة. مكتملة، لان انا بقول لك انا فرحتي كانت
اسعد يوم لي ان انا مثلا ان انا اجيب جول مثلا وانا في نادي الاهلي والجمهور يكتب يشجعني او حد يكتب عني ان انا او حققت بطوله وفي فرحه، يعني في حاجات كده ما بتتعوضش ومش هتلاقيها غير في النادي الاهلي.